السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نربط المعلومات مع بعض بحيث يبقى في شكل هرمي، يعني المعلومة في تحتها معلومة أخرى وهكذا. طيب هبدأ أربط بملف الإكسل وأختار الجدول اللي أنا عايزه اللي هو دوت وأقول له لود. طيب هبدأ أختار الشكل ده مثلا اللي أنا أحط فيه المعلومات. طيب ممكن اقول له مثلا انا عايز احط البلد وتحتيها المدن اللي موجودة وتحتيها الاشخاص، وبعد كده بقى الناتج السنوي، بعد كده التصديرات، وبعد كده الاستيراد، المعلومات اللي انا عايزها، اي داتا. فانا هقول له هنا مثلا الاعمار، الاكسبيرينس، اي حاجة يعني. انا بس نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. تمام. طيب دلوقتي المعلومات هي موجودة وعندي الكاونتري سيتي بيبول. ازاي بقى اعرف ايه المدن اللي موجودة جوه الكاونتري والاشخاص اللي من المدينه ديت وهكذا. طيب هاجي هنا شايف الاسهم ديت، اول واحده بتخليني ادخل على الحاجه اللي هدوس عليها، يعني هدوس على العراق هيبدا يجيب لي بغداد، هدوس من فوق اطلع. طب ادوس ايجيبت هيقول لي في كايرو والكسندر، اطلع فوق. طيب لو انا بقى عايز انقل من المدن، من البلاد للمدن، شايف السهمين دول هدوس عليهم اوتوماتيك هينقلني للسيتي، لو دوس عليهم تاني هيقل لي للمرحلة اللي بعد كده وهي الأشخاص. فهو كده بينظم المعلومات اللي موجودة بحيث إن أنت تتنقل مثلا من الشركة كلها للفروع بتاعت الشركة للموظفين بتوع الشركة للأقسام وهكذا، يبقى فيه نظام تقدر تعرض عليه البيانات بشكل كويس وموجود بحيث إن أنت تقدر توري له كل مرحلة فيهم إيه اللي موجود.